الله الرحمن الرحيم. آخر أسئلة الإسقاط العمودين، السؤال السادس بالتمارين، نص السؤال: برهن أن زاوية الميل بين المستقيم ومسقطه على المستوي، المستقيم أي بي مائل على أكس، المستقيم أي بي مائل على المستوي الأكس، برهن أن زاوية الميل بين المستقيم ومسقطه، مسقطه منه هو البي سي، من خواص المسقط هنا مسقط البي هي نفسها اللي تقع ضمن المستوي، مسقط الأي هي سي العمود النازل على المستوي من نقطة أي، زاوية الميل بين المستقيم ومسقطه يعني يقصد زاوية أي بي سي هي أصغر من الزاوية المحصورة بين المستقيم نفسه بين الأي بي وأي مستقيم يرسم من موضعه يعني من نقطة بي ضمن ذلك المستوي، البي دي ينتمي إلى المستوي أو محتوى في المستوي أكس، برهن أن الزاوية أي بي سي هي أصغر من الزاوية أي بي دي، برهن أن الزاوية المحصورة بين المستقيم ومسقطه هي أصغر من الزاوية المحصورة بين المستقيم نفسه وأي مستقيم آخر يرسم من موضعه ضمن ذلك المستوي. شلون راح أجي أصنع الزاوية أي بي سي؟ إذن خطوات الحل بالبرهان: واحد، نرسم أي سي عمودي على أكس، والسبب يمكن رسم مستقيم وحيد عمودي على مستوي معلوم من نقطة لا تنتمي إليه، إذن مسقط الأي هي سي ومسقط البي هي نفسها، إذن مسقط الأي بي هو البي سي من خواص المسقط. بما أن الأي سي عمودي على أكس فإنه عمودي على السي بي، والسبب المستقيم العمودي على مستوي يكون عمودياً على جميع المستقيمات المرسومة من أثره. هذه المرحلة الثانية بالبرهان. المرحلة الثالثة راح أرسم المستقيم أي دي عمودي على المستقيم بي دي، والسبب يمكن رسم مستقيم وحيد عمودي على مستقيم معلوم من نقطة لا تنتمي إليه في المستوي الواحد. إذن كم عمود رسمت لحد الآن؟ رسمت عمودياً، العمود الأول أي سي عمودي على أكس، ولأنه عمودي على أكس فإنه عمودي على البي سي، ورسمت المستقيم أي دي عمودي على البي دي، هل هو عمودي على المستوي؟ لا، مو عمودي على المستوي. المستقيم العمودي على مستوي بالضرورة يكون عمودي على جميع المستقيمات المرسومة من أثره، لكن المستقيم العمودي على مستقيم في المستوي ليس بالضرورة أن يكون عمودي على المستوي. إذن رسمت عمودياً واستنتجت ثلاث استنتاجات: العمود الأول أي سي عمودي على أكس، وبالتالي فهو عمودي على البي سي، والعمود الثاني أي دي عمودي على البي دي ومو بالضرورة عمودي على الأكس، صار عندي هنا عمودياً. المثلث أي سي بي مثلث قائم الزاوية في سي، والمثلث أي دي بي مثلث قائم الزاوية في دي، صار عندي مثلثين قائمين. أيهما أطول، الأي سي لو الأي دي؟ الأي دي هو أطول، والسبب هنا العمود النازل من نقطة على مستوي هو أقصر القطع المستقيمة الواصلة من تلك النقطة إلى أي نقطة أخرى تقع ضمن ذلك المستوي. سبب منطقي، العمود النازل من نقطة على مستوي هو أقصر من أي مستقيم آخر يرسم من تلك النقطة إلى أي نقطة أخرى تقع ضمن ذلك المستوي، إذن بالتأكيد الأي دي هو أكبر من الأي سي. الجانب الهندسي انتهى بالسؤال، أيضاً السؤال بجانبين، جانب هندسي وجانب رياضي. إذن الجانب الهندسي كم محور بي؟ المرحلة الأولى في الجانب الهندسي راح أرسم الأي سي رقم واحد، راح أرسم الأي سي عمودي على
اكس، والسبب يمكن رسم مستقيم وحيد عمودي على مستوي معلوم من نقطة لا تنتمي إليه. الخطوة الثانية، إذن الأي سي عمودي على اليمن، عمودي على البي سي، والسبب المستقيم العمودي على مستوي يكون عمودياً على جميع المستقيمات المرسومة من أثره. رقم ثلاثة، راح أرسم الأي دي عمودي على اليمن، عمودي على البي دي، والسبب يمكن رسم مستقيم وحيد عمودي على مستقيم معلوم من نقطة لا تنتمي إليه. والجانب الرابع، إذن الأي سي هو أصغر من الأي دي، والسبب المستقيم أو العمود النازل من نقطة على مستوي هو أقصر القطع المستقيمة الواصلة من تلك النقطة إلى أي نقطة أخرى تقع ضمن ذلك المستوي. الجانب الهندسي انتهى، راح يتحول السؤال إلى جانب رياضي. الأي سي والأي دي كلاهما يقسم على الأي بي. شو راح يصير عندي هسه هنا؟ أي سي على أي بي وأي دي على الأي بي من خواص المتراجحات، إذا قسمت على عدد موجب تبقى الأكبر على حالها وتبقى الأصغر على حالها. إذن هنا اثنيناتهم قسمتهم على عدد موجب. هسه أريدك تباوع لي على المثلث أي سي بي القائم الزاوية في سي. الأي بي وتر وياي، هذه زاوية سي، إذن هنا هذه زاوية بي. الأي سي يمثل مقابل والأي بي يمثل وتر. شنو اللي يربط المقابل بالوتر؟ هو الساين. إذن ساين يا زاوية ساين، ما يصير أقول ساين بي لأن هذه الزاوية تقرأ أي بي سي وتقرأ أي بي دي. إذن ما يجوز أن أسميها بدلالة حرف واحد، لازم أسميها بدلالة ثلاث حروف. إذن راح أقول ساين أي بي سي أصغر. هسه أجي على المثلث أي دي بي القائم الزاوية في دي. الزاوية هذه الأي دي يمثل مقابل والأي بي يمثل وتر. إذن المقابل على الوتر أيضا يمثل ساين. إذن هذا راح يصير عندي ساين أي بي دي. فإذا كان الساين أصغر من الساين، إذن قياس زاوية أي بي سي هي أصغر من قياس زاوية أي بي دي وهو المطلوب. إذن الزاوية المحصورة بين المستقيم ومسقطه هي أصغر من الزاوية المحصورة بين المستقيم نفسه وأي مستقيم آخر يقع ضمن ذلك المستوي.